الزيت النباتي اللي مفقود عنده مدة ويتشكوا التوانسة من الأزمة هذه، أنت كمواطن تونسي كيفاش واجهت؟ مش يتشكوا من الأزمة، الدولة تعرف شكون المحتكرين وشكون الوسطاء، وهي ما تحبش تقوم بالدور نتاعها. والخدمة هذيا راهي نتاع وزير التجارة، علاش ياخو هو في 4 ملايين باش يخدم الخدمة هذي؟ يعرفوهم الدولة تعرف شنو يتعشى في اللي زعما ما يعرفوش شكون يبيع في الزيت وشكون ما يبيع. انا نتمنى دبوس الزيت توصل ب 4000، انا كمواطن ماذا بيا ناخذها ب 4000. وشنو ذنب الزوال؟ يعني بدي انا الزوال يا اما ما احلاها ب 4000، تعرف عليه؟ خاطر التونسي قابل كل شيء، قابل كيلو طماطم ب 3000، وقابل تو عندها قداش ازمه الزيت هما يمنيو فيه، هاو غدوه هاو الجمعه الجاي هاو 9000 طرنات، يكذبوا عليه ما مش يتبدل شيء. عملوا دوره مع بعضنا، اذا كان تلقى دبوزه زيت حاكم في عطار انا ما عادش ندور فيها البلاد هذي، على خاطر ناس فمن يدفعوا في برشا فلوس هي ب 900 ياخوها ب 1500 ويبيعها هو ب 2000، دونك اللي باش يبيع الزيت يساعدوا باش يبيعها زايده 500، ما يساعدوش باش يبيعها بسومه. واستانسوا في البطاطا كيف كيف، في الطماطم كيف، في كل شيء احتكار. ناس قاعده في الكراسي ماهيش ماليه بلاصتها، هكاك ياخذ في شهريه ويحب يحكي. هذا التيتر عاملينه، التيتر شنو؟ محاربه الفساد وغلاء المعيش، زوز تيتروات انا عندي 11 سنه نسمع فيهم. انا كل ما تغلى حاجه راني نفرح ونعمل جو ونشيخ، بورتون زوال. حسب رايك علاش غذاء المواطن التونسي ولا مهدد، خاصه بعد الثوره، باعتبار انه من بين الحاجات يعني اللي ثار من اجل المواطن هي كانت معناتها حمايه غذاء التونسي، حمايه معيشه التونسي، في شفنا العكس بعد الثوره. علاش؟ لا، المواطن التونسي جسوه يلقاه قابل كل شيء، زادوه في المعيشه قبلها، زادوه في الذوق قبلها، هو قابل كل شيء يمنيو فيه. تعرف عايش بالمنايه كمون يمنيو فيه، كل حكومه تجي محاربه الفساد، لا زيت الحاكم الجمعه الجايه موجود، فما شيء والله وراس اختي. الشعب هذا ما يزهوش المنوبه ولا الرازي، انا ما عادش نعرف شيء. يعني انت تحمل المسؤوليه للمواطن قبل كل شيء؟ انا نحمل المسؤوليه للمواطن اللي راقد ومغفل ويستبهلوا فيه وهو قابل، ولا ياكل من الزبله، فهمني؟ تونس لولا في الفقر، لولا في الارهاب، لولا في الطلاق، لولا في كل شيء، وهو قابلها. انا كمواطن نستنى في الجزائر تحل ماشي للجزائر. شنو هو الحل حسب رايك؟ ما فما حتى حل، على خاطر مشاوش للوزير كلهم يسرقوا، هذا علاش ما فما حتى حل، وما فماش المحاسبه. كان جات فما محاسبه، شاوش يسرق يزول الحبس، وزير يسرق يزول الحبس، فهمني؟ تحب انت تحاسب؟ تحب الدوله هذه تنظاف؟ من اين لك هذا انت؟ منين انت جبت الثروه هذيك الكل نتاعك؟ منين جبتها؟ اجي نحلوا عليك الكتاب، ورثت ما ورثتش؟ عندك شهريه؟ نعطيك شهريه ب 50 مليون، ما تكونش الثروه هذيك. مادام ما حاسبوش الكبار يحاسبوا في الصغار، خاطر الكبار ما يقدروش عليهم. الكبار مولين من البر ما يقدروش عليهم. وسيدي جا قال هو سفير الاتحاد الاوروبي من غير ما نعاودها، قال لك البلاد هذيا تحب تتقد، ال 40 عائله اللي يمصوا في دم الشعب هذوكم يلزمهم يتحاسبوا، ويلزم اللامبو يخلص. شنو هو مواطن تلقاه مسكين شهر ليستا متاع قصاص، وهم دافير ما يدفعش لامبو، لوبي متاع دواء، لوبي متاع كيما ياكل فيلم المصري متاع عادل امام، ملك اللحمه، ملك دراشنيه، عصابات ومافيا. انا كمواطن ماشي للجزائر ما عادش على بالي بها البلاد هذيا تغلى ترخص، كل ما تغلى نحب نشوف من بعيد نتفرج. علاش اخترت الهجره نحو الجزائر في الوقت اللي نشوفوا ديما الهجره تكون نحو الاوروب؟ يعني ما عنديش فلوس انا باش نسافر لاوروب، عاد خليني ننقز نجي في الجزائر خويا. شعب محلاه طيب، ناس تقدر بعضها، ناس تحترم بعضها، لاني حتى الشعب يكره بعضه، يمثل على بعضه، شعب ماهوش طيب في بعضه، فهمني؟ هذاك عليه ربي سلط عليهم الحكومات والمعيشه الغالي، شعب يعيش بالماسك مع بعض. علاش قاعد فيها؟ ما عندي علاش قاعد. يعني قاعد يتعاقب؟ قاعد يتعاقب، وشعب ملعون هو بطبيعته. والله كي عاودوا يقوموا بن علي من القبر، إلى عاد ترجع كيف ما كانت، سي جا فيها قرار هدم البلاد هذيا، كل يوم كوارث، وأنت تلاحظها، 12 سنة رينا شي حاجة به، المواطن ما عادش يضحك، تشوف مواطن يضحك تبات. كان قبل جونا حفلات واستادات وناس تضحك وناس محلاها مع بعضها، توا الناس تتصوم مع بعضها، الناس تهبط في الماكلة في الفيسبوك، تيتلموا شعب جيعان ولا يتفوخر بالماكلة في الفيسبوك. هاني مشيت للدراوين، هاني في 706، هاني هبط بيتزا، خي احنا جواع انت باش تورينا الماكله؟ شعب جيع، والشعب يحب يركبها لروحه، انا اكل اذا انا موجود، اللي ياكل يتسمى موجود، راه تناجر تخبيت، ناس تعمل في كاسكروتات في الديار،
وين 12؟ تخبيت، شكون هو اللي يمشي نجم يعمل طنجره تو؟ كسكروت عياري في الدار ولا تو؟ هما قابلينها. برا شوف العبيد كيفاش تبات في الشارع في جامع الفتح، برا شوف الطلاب، برا شوف المهبل، زعما الدوله ما تعرفش، الدوله ما يهمهاش، اخر اهتمامها المواطن التونسي. فهمت اختي؟ هذا اللي موجود. يعني حسب رايك ما فماش امل للبناء امل ولا ننسي، لا فما امل ولا ننسي، فما شيء، فما كان الفقر والهم والكذب، هذا ايش فما؟ انا هذا اللي راه فيه قاعد نتفرج فيه، شنو اللي امل شنو؟ قيس سعيد بعد 25 قيس سعيد قداش عنده يحكم؟ عنده عامين، أو باش نزيدوا انا عامين اخرين. اذا كانت تتبدل حاجه انا راني ما عادش نعرف شيء، انا اللي نعرفه متاكد منه ما باش يتبدل شيء، خاطر بارتي قويه عليه. مافيا في البلاد كيف باش تحاربها؟ هزهم للحبس. تو انت تحكي على الفساد والمفسدين، وين هم الفساد؟ انا كمواطن نحب نعرف. شنو واحد ولا ستريسي في البلاد؟ ناكلوا بالستريس، نعيشوا بالستريس، فساد ومفسدين، وريهم هزهم للحبس كي تعرفهم، هزهم بالدوسيات. البلاد سوق ودلال، القانون تخلق للضعفاء وللفقراء، الاثرياء حتى يعمل حاجه في المحكمه يدفع ويروح. انا راهو فيه، انا والتحوم عربي راهو فيه. كل شيء سوق ودلال، كل شيء بالمعارف، حتى صحفه البليبي بالمعارف، طيب بالمعارف، كل شيء بالمعارف في تونس. فهم؟ اللي يحبه ربي وعطيه عقل يعمل اكي اخويا، يمشي كان عنده فليسات يمشي يسافر على روح لاوروبا، كان ما عندوش نمشي لليبيا، ياكلني الكرتوش ولا البلاد هذي. انا كمواطن ماذا بيا الكرتوش فوق راسي، شتي نتاع كرتوش ولا البلاد هذي. ياسر ستريس ديسكور هو بيد في السيد مفسدين، حركة النهضة، الأحزاب، سيدي فلان فلتي يا معلم. علاش ماكش متفائل ولو نسبيا؟ فماش تفائل، ربي قال تفائلوا خيرا تجدوه، ما فماش تفائل. ليكرون بيضة أنا قاعد نخزر لها، ماهيش مشوشة ليكرون. شنو عندك باقيت ماجيك أنت كن فيكون؟ ما يعملها كان رب 12 سنة والبلاد مارشا رير، المارشا فون كاس، كيف باش تقد؟ والشعب ما عادش ينجم يستنى راه. عاجز مالي في الميزانية، فقر، بلاد تحب تطبع الفلوس، 200,000 و500 موضوع في موضوع، كيف باش يصبر عليك الشعب؟ ما عادش ينجم يصبر عليك، الشعب ماذا بيه في 3-4 أشهر ماكسيموم راه. من هنا الجام في 2002 فما شيء راه باش يعاود يخرج لك الشعب، والمأزق هو بيد. فهمتني يا أختي؟ ما فما شيء، ريان دو سبيسيال، كله كلام، كلها تيتروات، كلها فيترينا، تونس يعملوا لها في مكياج. فهمني؟ هذيك هي تونس. في الزيت الاخر بالليترا، في عود باش نعمل كيس نعمل مغرفه، فما حاجات معناتها نحاول باش ما نعملهمش بالزيت، نعمل حاجات اخرين باش ما نعملش الزيت، هذاك باش عملناه، اما راهو مشكله كبيره برشا. والله فما اللي يقدر يشري دبوزه زيت، فما اللي ما يقدرش، شنو باش يعمل؟ والله فما اللي يطيبوا بالماء، فما اللي يطيبوا بالماء، شنو تحب تعمل؟ أكثر من هكا، فما اللي يحطوا طرفلية هكا باش هكا تبدل المطعم هكا هو، وربي باقي ستر على تونس والله العظيم. علاش حسب رأيك علاش وصلنا هيك؟ ربي يهديهم اللي يدوروا في يديهم، ربي يهديهم. شكون اللي ربي يهدي مس؟ ربي يهدي، ربي يهدي والله، ربي يهدي. قولوا ربي يهدينا مع على بعضنا هكا هو. كان يحس نهار ماك اللي لبس عليهم يحس بالمواطن اللي ما عندوش، يحس نهار برك تو يعرف قيمة الدنيا، خاطر مش باش يلقاها نهار اخر. ولذا ستوب.